اهلا بحضراتكم من جديد. والاهلي خط احمر، الاهلي خط احمر، يعني الاهلي دائما وابدا هيكون بيحارب على حقوقه ومش هيسمح بانتزاع حق اصيل للنادي الاهلي. طب القضيه دي جت اتفجرت ليه؟ اتفجرت لان سلسله المباريات والاخطاء التحكيميه اللي في اتجاه واحد زادت قوي، ووصلت الاخطاء التحكيميه، وخدوا بالكم من نقطه مهمه جدا، ما بقاش ينفع يتقال عن الاخطاء التحكيميه الكلام اللي كان بيتقال زمان ان الحكم بياخد قراره في لحظه، ان ممكن وارد جدا ما يكونش شاف، لان تقنيه الفيديو من وجهه نظري وضحت لينا الحكم الضعيف من الحكم اللي عنده اهواء. يعني ايه؟ يعني الحكم الضعيف لما تجيب له اللقطه وتقول له تعالى راجع اللقطات المهمه هيقدر يبقى يكون حكم قوي او قرار قوي، لكن الحكم اللي عنده اهواء مهما عرضت عليه اللقطات اللي توضح القرار الصحيح هياخد قرارات غير صحيحه. عشان كده تقنيه الفيديو لما بدانا هنا من البدايه، والبرنامج ده كان مهتم بفار روم وتقنيه الفيديو من اول بدايه البرنامج، احنا بقالنا 3 سنين من اول بدايه البرنامج واحنا مهتمين بالتحكيم، قلنا بوضوح ان تقنيه الفيديو هتحقق جزء من العداله، لان لسه في عنصر بشري بيتدخل في اتخاذ القرارات. العنصر البشري ده محتاج اما يكون حكم ضعيف يتم تقويته، او حكم عنده اهواء، وهو ده المشكله الحقيقيه. طبعا الكلام كتير عن الاخطاء التحكيميه في مباراه الاهلي وفاركو، وجميع خبراء التحكيم اكدوا على ان الهدف صحيح باستثناء خبير تحكيمي واحد هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناه نادي الزمالك، لكن مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا ان الكابتن سمير عثمان، وده عشان طرحنا فيه امانه، لما اتكلم وقال ان الهدف هدف صحيح قال ان في خطا لصالح فريق فاركو. فتعالوا نسترجع الكابتن سمير عثمان قال ايه عشان تعرفوا ان احنا هنا مش بنشوف بعين واحده، لا احنا واضحين جدا وبنشوف بالعينين وشايفين ان احنا محتاجين فقط لغير تطبيق العداله. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. اول حاجه لحظه لعب الكره، تاني حاجه مساعد الحكم واقف مع مين، مع اخر تاني مدافع ولا لا. اما نيجي نبص هنلاقي ان اخر تاني مدافع من فاركو متقدم بجسمه، يعني هو مغطي، ده بناء على الخط اللي احنا عاملينه. احنا بعد ما عملنا الخطوط اللي احنا شايفينها قررنا مع هاني عبد الفتاح ان الهدف سليم. اما جينا عملنا مسافات أيوة. ودي يعني حاولنا نبتكر فيها شويه، شفنا ان المسافه من اخر مدافع لخط المرمى هتطلع لنا على الشاشه كام؟ هتطلع لنا حالا دلوقتي، هتطلع 15 متر و48 سم 15 متر و48 سم. طيب المهاجم اللي اتحسب عليه أيوة. لو اقل من 15 متر 48 سم يبقى الكره دي تسلل. نعم. لكن ولو 15 48 يبقى مش يبقى سليمه. تمام. انما لو زياده خلي بالك احنا بنعمله ده اجتهاد. لو زياده يبقى الراجل ده جاي من مكان سليم. اما عملنا الخطوط بتاعتنا، الخطوط اللي معموله صح طبقا لرؤيتي انا. نعم. ورؤيه الناس اللي عاوزه تعرف تحكيم، هي مع اخر تاني مدافع الجزء ده من الكتف، هاني عبد الفتاح واقف ممتاز كده بيرسي تاو ابعد، بيرسي تاو ابعد، يبقى الكره دي سليمه بناء على الخط ثم الاجتهاد اللي احنا عملناه. نعم. الكره دي مش جدليه، الكره مش دي جدليه، انا بالنسبه لي انا مش جدليه بصراحه. اللي عاوز يهرب من التحرير في الكره دي هيقول لك كلمه واحده بس، الخطوط اتحطت بس. انا اللي بحط النقطه اللي بترسم على الخطوط. لعبه جدليه هنشوفها مع بعض وندرسها مع بعض لو حضرتك حابب. الكره دي متقسمه لثلاث حاجات. اول حاجه الكره جت في ايد احمد، هنقف هنا لحظه واحده، هنقف هنا، نقف 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 نقف. اول حاجه لعيب النادي الاهلي خلاص ايديه وقفه تحت، تمام. نعم. الكره معموله بالعرض عندي، لعيب النادي الاهلي الاولاني طالع وشادد بوضوح مدافع مهاجم نادي فاركو. خلاص، عشان الشده دي الكره ما جتش في دماغه، فالكره راحت لمين؟ لايمن. عاوزين نبص ايد ايمن اشرف فين؟ ايد ايمن اشرف تحت. طب راحت فين؟ فوق بقى. هل ده طبيعي ان واحد هيطلع وكوره وهو طالع هيدرز هيحط ايده قدام؟ اي واحد في الدنيا هيطلع وهو طالع هيدرز ايده بتبقى جنبه. يبقى هنا عندنا في ركله جزاء كان لازم يتم احتسابها. هو ده اللي انت هتشوفه في الاهلي خط احمر، هو ده اللي انت هتعتاد دايما ان انت تشوفه في الاهلي خط احمر وعلى شاشه قناه النادي الاهلي. ما عندناش ادنى مشكله نناقش اراء خبراء التحكيم حتى لو كان بيقول حاجه ضدك. والغريب ان جماهير الانديه المنافسه بداوا يتكلموا ان خلاص يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ الهدف صحيح، ما هو برضه فريق فاركو له ركله جزاء. انا مش قادر استوعب ازاي انت قدرت تساوي بين ركله جزاء في احتماليه انها تضيع زي ركله جزاء علي معلول مثلا قدام المقاولين والمباراه انتهت 0-0 وهدف خلاص بثلاث نقاط، ده رقم واحد. رقم اتنين، الهدف اجتمع عليه كل خبراء التحكيم باستثناء قلنا خبير تحكيم واحد، والكابتن سمير عثمان قال جمله مهمه جدا، قال ايه؟ اللي عايز يهرب من تحليل التحكيم هيقول ان النقط اتوضعت كده وخلاص، لكن يا فارس
الكابتن سمير عثمان اتفق مع ناس كتير في الهدف، اتفق مع ناس هل كتير، هل اتفق بقى مع ناس كتير في ركلة الجزاء؟ ركلة الجزاء ده جزء مهم، وزي ما احنا بنقول فكرة بنأصلها هنا وبنوثقها، وهي فكرة ان لا دايما واحنا بنرد بنقول اللي بيساعدنا في الرد ان دايما النادي الاهلي في موضع قوة بحقه وبعدالة وبتاريخه اللي بيخلينا نعرف نرد ونقول ده. ركلة الجزاء لعبة اخرى في المباراة اتساوى بينها وبين هدف صحيح اتسجل واتلغى. ركلة الجزاء اعتقد كانت تختلف عن الهدف تماما، لان كانت لعبة فعلا حملت اوجه وآراء كتير جدا شافت ان هي ما كانش فيه اي حاجة فيها، بعكس هدف النادي الاهلي الملغي البيرسي تاو واللي ما كانش فيه اي حاجة. فلما تيجي تحط قصاد دي لا كفة مش واحدة ابدا. نسمع كابتن رضا البلتاجي وهو بيحلل ركلة الجزاء المزعومة على النادي الاهلي. ايه رأيك في الهدف الملغي بداعي التسلل بالفار؟ يعني اتصور ان مش هضيف حاجة جديدة، انا رأيي شخصيا هدف صحيح. هدف صحيح. رؤية شخصية هذا صحيح. ليه؟ وأنا أشك في طريقة رسم الفار، يعني أنا بأكد على صورة الهدف صحيح. طب يعني ليه الفار ممكن يغلط في التعامل مع لقطة زي دي؟ لأنه بالعين المجردة كلنا من أول ما شفناها يعني قلنا جول، بس تعالوا نشوف الفار، فالفار جه لخبطنا، وبعد ما الفار قال حسينا ان احنا برضو اللي راينا كان الصح. لكن النهارده كنت اتمنى يعني بالعين المجرده كده نقول ان الخط ده مرسوم غلط. يعني بالخط ده لو 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 اكدت او رفعت هتلاقي ان الخط ده بيخترق جسم المدافع. مظبوط. النهارده الكره اصطدمت في الذراع مره والثانيه، الثانيه حتى اكثر وضوحا، لكن ما فيش برضه تعامل. يعني الذراع وان كانت خارجه برضه شويه لكن في نطاق الجسم. مفهوم مفهوم. يعني في نطاق الجسم. اتفق مع كلامه، ما فيش ركله جزاء على النادي الاهلي وفي هدف صحيح للنادي الاهلي، في هدف صحيح الغي للاهلي. طب ما يعني انا السؤال اللي جاي هو طب ليه؟ يعني ليه اللقطه دي؟ ليه الغلط ده؟ يعني الفار بتقول انه جاء. بص يا كابتن هاني، انا والله اقسم بالله انا دايما بسلم بحسن النيه. طب ليه؟ ما هو ده السؤال. طب ليه؟ هنا مهم جدا ناكد ان تم الاتفاق على فكره هدف الملغي للنادي الاهلي غير صحيح الغائه، وان الهدف كان صحيح، وتم رأي مختلف خالص لكابتن سمير عثمان في فكرة إن لا ركلة الجزاء وضع التشريحي للإيد كان طبيعي، فبالتالي ما فيش ركلة جزاء، فبالتالي القرارين ما يتساووش ببعض، إن أنت تقول واحدة قصاد واحدة هي عمرها ما كانت واحدة قصاد واحدة. ولكن هنا رسالة للزميل هاني حتحوت اللي شايف طب ليه؟ أعتقد طب ليه دي محتاج بما إن أنت بتدقق تدقق اللي حصل مع النادي الأهلي كله على مدار الموسم، وتسأل هل ده طبيعي ولا لا؟ هل ده أثر على النادي الأهلي نتائج ولا لا؟ وإحنا أكتر ناس هنا بنقول إن النادي الأهلي عنده قصور فنية، قصة مختلفة خالص، بس مهم جدا طب ليه أنت تسألها لنفسك قبل ما إحنا نسألها، لأن إحنا عارفين إجابتها. إحنا بدأنا الحلقة قلنا إيه؟ مفيش حاجة اسمها بغض النظر، إحنا قلنا هنطيل النظر، هنمعن النظر، فما ينفعش تيجي تقول بغض النظر عن واحد واثنين وثلاثة وأربعة الأهلي مستواه سيء، مش معنى إن أنا مستواي سيء إن أنا ما أخدش حقي. النقطة الأهم بالنسبة لي إن ده ممكن يكون خبير تحكيمي قصاد خبير تحكيمي، لا تعالوا نسمع خبير تحكيمي آخر رأيه إيه في اللعبة اللي الكابتن سمير عثمان شاف إنها ركلة جزاء، نطلع ونشوف الفيديو. عندنا ثلاث حالات هم الحقيقة بارزين، في حالتين طرد طبعا ضد فريق فاركو. عندنا اللعبة الأبرز في المباراة إلغاء هدف لصالح النادي الأهلي يا كابتن أحمد. هي اللعبة قولا واحدا هدف صحيح 100% تم إلغاؤه لصالح النادي الأهلي الحقيقة. الخطوط مرسومة بشكل خاطئ. الخطوط خاطئة. طبعا الخطوط مرسومة بشكل خاطئ. المفترض الأوبريتور ده مسؤولية حكم الفار ولا مسؤولية فني الأوبريتور؟ هو الحكم الفار بيحط النقط للمسؤول اللي هو الاوبريتور، والاوبريتور بياخد طبقا للحكم بيحطه. اللعبه الثانيه اللي هي لعبه، هنا هقف عند اللعبه بتاعه محمد محمود لاعب وسط النادي الاهلي. نعم. حصل استخدام قوه زايده بشكل غير طبيعي يا كابتن احمد. بشكل غير طبيعي. نعم. يعني عندي حالتين، في الحاله كمان المخالفه اللي ضد محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي، دي 65. نعم. بالظبط كده بالظبط كده. دي برضه حاله. في انا ممكن كمان اتفق على حاله ثالثه. ايه؟ اللي هي اللاعب الاسمر اللي هو بتاع نعم نعم سكاري. نعم ايوه سكاري، عنده بطاقه صفراء، وفي في المقابل كان في برضه مخالفه معالي معلول في هجوم واعد لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال. انا بشوف ان لعبه ايمن اشرف هي لعبه مفاجاه لايمن اشرف. انا بشوف ايمن اشرف ايده ما كبرتش جسمه، ايده داخل جسمه، ربما تكون بعض الحركه الطبيعيه. انا بشوفها من وجهه نظري طبيعيه،
لا وجود لركله جزاء لصالح نادي فاركو. الحقيقه لا وجود لركله جزاء. في حد قال لي انه اللي على الاوبريتور بقى عندنا مشكله انه طبقا للميول احيانا بيحط الخطوط، هل ده ممكن يكون مقبول ولا ده ممكن يكون بيحصل ولا صعب يا كابتن؟ انا يعني والله يا كابتن احمد احنا يعني في 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 ممكن في التوقيت ده وبالطريقه دي ممكن تصدق اي حاجه الحقيقه يعني. انا ممكن يعني اي حاجه بتحصل، لان خلي بالك حضرتك حاجه مهمه جدا لما يحصل مع فريق معين، إيه مش مهم مين هو، الاهلي او الزمالك او المصري او الاسماعيلي، 3 4 5 مباريات ورا بعض هي نفس الاخطاء تقريبا. هنا انت بتدي انطباع للناس ان في حاجه غلط، في حاجه مش مفهومه، فاحنا لابد ان احنا نراعي الكلام ده. طبعا الموجودين عن اوبريتور مع احترامه وتقديري ليهم، ربما طبعا هم اكيد ليهم ميول يا كابتن احمد، سواء اهلاوي سواء زملكاوي، لكن يعني ربما احنا ما بنشوفش المباريات دي، الحاجات دي غير في مباراه الاهلي فقط الحقيقه يعني. أنا مش هقدر أغض النظر عن الكلام اللي قاله الكابتن توفيق السيد، مش بس في ركلة الجزاء اللي قال واتفق في الرأي مع الكابتن رضا البلتاجي، وبقى هنا عندنا آراء 2 خبراء تحكيم مقابل رأي الكابتن سمير عثمان، بنحترم التلاتة، ولكن بنوضح إن اللقطة جدلية، أما لقطة الهدف هي لقطة غير جدلية على الإطلاق، وبالتالي الظلم واقع بوضوح على النادي الأهلي، ده غير حالات الطرد اللي كمان خبراء التحكيم اتكلموا عنها للاعبي فريق فاركو. لكن في نقطة المهمة اللي مش قادر أغض الطرف عنها اللي قالها الكابتن توفيق السيد، إن بعض الأهواء بتتدخل في الموضوع، ولكن الأمر لما يتكرر بالشكل ده أكتر من مرة فإحنا هنا لازم نبقى عارفين إن في حاجة غلط. هل اتحاد الكرة لسه مش واخد باله إن في حاجات كتير قوي غلط؟ بمناسبة بقى بعض الأهواء، الفيديو اللي معانا ده هو أيضا في اتجاه بعض الأهواء، لأن هي مش بعض الأهواء، ده كثير جدا من الأهواء. نطلع ونشوف كابتن أحمد الشناوي في فيديو ربما يبرر ليه هو بيتعرض لهجوم حتى لو اختلفنا معاه احيانا. احنا بنتكلم دلوقتي على ابجديات يا كابتن شناوي، يعني امبارح سيبك من الموضوع الهدف الاهلي اللي هنتكلم فيه والفار ومش الفار، يعني مثلا الكوره بتاعه الطرد دي، ده الكابتن اسمه الغندور، احمد الغندور، الغندور ده الغندور حتى ما حسبش فاول يا كابتن، ده كان يعني اللعيب وقع من طوله واغمى عليه وبيشرب دم والجهاز الطبي نزل وابتدى يعالجه والغندور كان لسه ماشي اللعب. بص يا استامر، انا عايز اقول ان يعني زي ما تيجي تقول الاوف داي امبارح بالنسبه للتحكيم كان يعني اوف داي، وده وارد، لكن المساله طبعا كلها جايه يعني زي ما تقول بتخبط في حته واحده، انت فاهم ازاي، في اتجاه واحد. فطبعا ردود الافعال اللي انت شايفها والقرارات طبعا اللي صدرت من النادي الاهلي، الخط الافقي اللي على الارض ده بيجي له خط عمودي راسي من فوق، صح، المفترض ان الخط الازرق العمودي يتقابل مع الخط الازرق، صح، خلاص، والاحمر مع الاحمر، مظبوط، الى جانب النهارده لما تشوف انت الخط اللي معمول دلوقتي المفترض ان هو يكون مع اخر نقطه في جسم لاعب اللي هو فاركو تسلم ومهاجم الاهلي اللي هو بيرسيتاو، صح، النهارده تشوف الخط الجزء كتف لاعب فاركو متقدم عن ركبته. هو انا معقوله ابقى حكم دولي ومش عارف الخط بيتحط فين؟ لا، هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، من الجائز عشان برضو ايوه مش عايزين نظلم برضو حكام، مش بدافع عن الحكام، خلي بالك في بعض الاحيان أيوة. البرنامج بتاع تقنيه التسلل الخطوط ده ممكن يهنج، ما هو ده كمبيوتر حضرتك يا استاذ تامر، ما هو مش بيعمله بنفسه، هو بيوقف الصوره وبيحط وبيدخله على برنامج هنا ده، فممكن. طب يعني تسمع اقول لك انا يا كابتن شناوي انه معلش، لا الكمبيوتر كان سليم، الحكم هو اللي كان مهنج. يمكن رساله واضحه جدا لكل الناس اللي بتبدأ بجملة بغض النظر عن التحكيم، كابتن الشناوي بنعرض لكم في 6 أغسطس 2022 بنوثقها إن هو قال الأخطاء في اتجاه واحد، يمكن ده يبرر ليه كابتن أحمد الشناوي بيتعرض لهجوم، لأنه قال الاتجاه واحد للأخطاء. ولكن قال كمان حاجة مهمة جدا، ممكن يكون الكمبيوتر مهنج، الكمبيوتر كان مهنج في لقطة الفار، هو الكمبيوتر اللي كان مهنج في الجواب اللي جاء من الاتحاد الافريقي، هو نفس الكمبيوتر اللي هيفضل مهنج مع النادي الاهلي. نشوفكم بعد الفاصل.